في بقى حكاية تانية خالص خالص هتستغربها حتى واحنا بنتكلم عنها دلوقتي، ولكنها حكاية في منتهى الأهمية. النهاردة أو مش النهاردة، امبارح يعني، نادي انتر ميامي الأمريكي، تعرفين طبعا نادي انتر ميامي الأمريكي اللي بيلعب فيه ليونيل ميسي صح كده؟ اتعاقد مع لاعب مصري اسمه جون مونير. طيب اتعاقد معاه عشان يلعب جنب ميسي في الملعب؟ لا. اتعاقد معاه مثلا عشان يلعب لفرقة الناشئين في النادي؟ لا. اتعاقد معاه عشان لعبة اي اي سبورت اللي هي لعبة فيفا سابقا، لعبة الكترونية بلاي ستيشن يعني، عشان حضرتك تبقى الدنيا سهلة عليك لو انت ما بتلعبهاش يعني. اتعاقدوا معاه عشان يكون لاعب النادي في هذه اللعبة. مين بقى هو؟ اسمه جون مونير، لاعب مصري وتصنيفه في هذه اللعبة في العالم رقم 9. متعاقدوا معاه لمدة موسم قابل للتجديد. انت متخيل الحكاية؟ حكاية جديدة خالص علينا. احنا دايما نسمع عن لاعب مصري، محمد النني رايح ارسنال، محمد صلاح رايح ليفربول كده يعني، لكن لاعب مصري رايح فريق امريكي عشان لعبه الكترونيه، نفهم القصه منه شخصيا. جون مونير، يا جون مساء الخير، مشرفني ومنورني. النور استاذ كريم، ازي حضرتك؟ يعني الخبر حلو، خبر مفاجئ، عشان كده حتى طلبت من زملائي ان احنا نجيبك معانا، عشان انت برضو بين قوسين كده زي كل الناس اللي بتحترف في اوروبا بنقول عليها فخر، فانت كده بالنسبه لنا فخر في حكايه جديده. الحكايه دي حصلت ازاي؟ الاول قول لي يعني ايه لاعب العاب الكترونيه يحترف، فهمني بس عشان انا برضو فهمي ضيق في القصه دي على قد ما اقدر يعني. تمام. هو الموضوع بيبدأ ان اللعبة نفسها بتعمل يعني تصفيات في كل القارات، مثلا قارة افريقيا، قارة امريكا الشمالية اللي انا فيها، قارة اوروبا وهكذا، وبيعملوا زي بطولة كده اونلاين، مثلا بياخدوا منها على حسب كل قارة منها كام واحد، وبيعملوا بطولة مثلا في لندن مهما كان بلد فين، وبيجمعوا احسن لعيبة في العالم، وبالتالي بقى بتبدأ من هنا تلعب بقى بطولات عالمية. بس طبعا الموضوع فيه خطوات كتير قوي قبليها عشان توصل للليفل ده، فهو الموضوع معقد شوية، بس اهو يعني برضو بطولات عالمية يعني في الاخر. انت تصنيفك حسب معلوماتي رقم 9 على العالم، ده صحيح؟ مظبوط حلو، مظبوط. السنة اللي فاتت انا 9 على العالم، صح كده. في لاعبين مصريين اخرين في مستويات متقدمه زيك كده، ولا انت فلتت الزمن؟ يعني ممكن نقول فلتة الزمن يعني، او تمام. اللي اخذ الفرصة، اللي عارف ياخد الفرصة هو انا فعلا، صح. انت عرفت تاخد الفرصه. طيب ازاي بقى جه موضوع انتر بالظبط. ميامي ده؟ هو زي ما حضرتك قلت ان انا رانكي 9 على العالم، فلما بيبقى رانكك 9 على العالم، كل فرق طبعا، كل الفرق في اي دولي بيبقى ليها لعيب في الالعاب الالكترونيه، فهم دايما بيدوروا كل سنه يعني على حسب عقد كل لعيب، بيدوروا كل سنه مين اللعيبه التوب. فانا السنه اللي فاتت اي نادي لو جه يتعاقد مع الصوت لعيب معانا ولسه هيبص على الرانك بتاعه، فهم شافوا الرانك لقوني التاسع، فعشان كده. طيب عظيم، برضو ايه، امشي معايا واحده واحده عشان انا عايز افهم مستوى المشاهدين يفهموا معانا. انا افهم مثلا في لاعب كان بيلعب في الاهلي، بيلعب في الزمالك، فجاله عقد احتراف في اوروبا، فالناس بتكلم النادي عشان تتعاقد معاه. انت كنت بتلعب اصلا في مكان او تابع لحاجه، ولا انت كنت راجل هاوي بتشتغل بتعمل بطولات وتلعب بطولات كده على الانترنت حسب برضه فاهم او بحاول افهم يعني، وبعد كده الناس دول دوروا على رقمك، بعتوا لك ميل، الحكايه حصلت ازاي بقى؟ التفاصيل دي مهمه جدا. هو في اي، زي ما قلت لحضرتك، هو بيبقى فيه تصفيات في كل قاره، فعادي في لعيب بيبقى فري ايجنت يعني من غير نادي، يمثل نفسه، وفي لعيبه بتبقى تابعة النادي. انا السنه اللي فاتت لما لعبت وطلعت 9 العالم، انا قعدت السنه كلها من غير نادي، انا عملت كل ده بنفسي. ممتاز. يعني اللي كان معايا في الرحله دي كان هو اخويا، وبعد كده يعني حرفيا كنا احنا الاثنين بس، وكنت مش تابع لاي نادي. جت السنه دي حبوا هم يمضوا طبعا مع لعيب، زي اي نادي بيدور على لعيبه بيشوف مين اللي كان في القاره دي بالذات عمل حاجه، لقوني طبعا، فبس اختاروني بناء على يعني الرانك بس. ممتاز جدا. طيب ايه بقى البطولات اللي انت بتلعب فيها؟ يعني انا عارف انه كان في بطوله للفيفا، الفيفا انفصلت عن الشركه، ومعرفش بقى لسه عندهم بطولات من النوعيه دي ولا لا،
بس ايه البطولات بقى اللي انت من المنتظر انك تلعب فيها؟ ان شاء الله هي البطوله اللي انا بما اني بلعب بفريق انتر ميامي، هي بيبقى في دوري، الدوري الامريكي، فهو بيبقى فيه تصفيات ان شاء الله. هي دي يعني دي اهم حاجه السنه دي، التصفيات بتاعت الدوريات، سواء دوري امريكي انجليزي اي حاجه من الحاجات دي. كل دي بطولات بتتعمل اونلاين، ودي بياخدوا مثلا على حسب من كل دوري ايه، بياخدوا منه مثلا عدد معين من اللعيبه يروحوا كاس العالم. فهي الحاجه المهمه السنه دي هي الدوري الامريكي دي، ودي الحاجه اللي انا همثل فيها النادي، ودي اول مره انا العب الدوري يعني بالمناسبه. وطبعا ان انا بمثل انتر ميامي في البطوله دي حاجه طبعا عظيمه جدا. طيب يعني هل بتبقى لازم تبقى موجود معاهم، موجود في النادي مثلا، ولا دي عشان لعبه اونلاين فانت مش لازم تبقى موجود في النادي، انت بس يبقى اسمك لاعب النادي الفلاني او لاعب انتر ميامي؟ يعني هو كده كده مش احنا اللي بنحدد حاجه زي دي، هي الشركه نفسها اي ايه هي اللي بتحدد. لو هيبقى في ايفنت في مثلا في بلد معينه، احنا بنسافر نلعب الايفنت في المكان ده، او البطوله هتبقى اونلاين. احنا ممكن نعمل حاجتين، ممكن تبقى بطوله اونلاين وممكن تبقى بطوله ايفنت. فهي دي حاجه لسه مش محدده، بس في يعني في معظم الاوقات بتبقى طبعا ايفنت وفي مكان معين يعني. ممتاز جدا. طيب هل زي كره القدم الحقيقيه انت بيبقى عندك استعدادات مثلا بتلعب مباريات وديه، في اي تفاصيل انت بتستعد بيها للحاجات او المنافسات الحقيقيه، ولا انت كده كده جامد؟ لا لا لا، ما فيش حد بيبقى جامد من غير تمرين يعني. أيوة. حتى في اي لعبه. ايوه. فانا طبيعي اليوم بتاعي ان انا بتمرن مثلا 4 5 6 ساعات على حسب ايه يعني، حسب اليوم ماشي ازاي. وطبعا بيبقى فيه تمرين مع محترفين، هم برضه بيبقوا نفس الوضع بتاعي، محترفين، وبنسخن مع بعض يعني زي مثلا ماتشات الوديه في الكوره، هي كده. ممتاز جدا. هل احنا في مصر حصل تطور في موضوع الرياضات الالكترونيه دي في السنين الاخيره؟ نسمع انه في ناس كتيره بتشتغل على القصه دي، هل انت شايف في تطور كبير في الموضوع ده، ولا لسه احنا محتاجين ناخد خطوات اكبر؟ في طبعا، بس طبعا محتاجين ناخد خطوات كتيره جدا يعني، محتاجين يكون حتى متساويين ببقيه الناس، خصوصا ان في مواهب كتير جدا في مصر تستاهل تاخد الفرصه. وهما مش بس مواهب كويسه، مواهب تقدر تعمل حاجه كبيره جدا بره. والدليل ان انا السنه اللي فاتت لما قدرت اسافر خدت كل حاجه زي دي، وقدرت ان انا اوصل لكاس العالم. فاحنا بس هم محتاجين ياخدوا فرصه، لكن التطور اكيد هيجي ان شاء الله يعني. في حد هو بيتفرج علينا دلوقتي يقول لك يا عم الراجل اللي عمال يلعب وعم مطلعينه بقى الراجل البطل ورايح انتر ميامي، ودي لعبه يعني وحاجه عاديه مش رياضه يعني، دي لعبه عاديه، وانه الراجل ده سايب دراسته مثلا وشغله ولا حياته ورايح يلعب، تقول لهم ايه؟ عشان في ناس كتير ما تعرفش اهميه اللي بيحصل ده يعني. صدقني يعني انا سمعت حاجات كتير عن الموضوع ده، ان هو يعني وناس بتقول لي انا يعني بتقول لي الناس بتقول لي في وشي ان دي لعبه يعني عادي، وانت في الموضوع مش صعب. بس في الحقيقه الموضوع صعب، الموضوع صعب جدا، وفي زراير كتير في الدراع يعني. مش اي زرار هاجي اقول له دلوقتي حد هيعرفه يعني. لو جيت اقول لك ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه مش هتعرف. ولو هو الموضوع كان سهل ما كانش هيبقى، ما كنتش انا هوصل لحته زي دي في الاخر. تعرف تعمل ار2؟ نعم؟ تعرف تعمل ار2 ولا لا؟ قصدي لا، قصدي اصل ده الزرار اللي انا عارفه، اصل ده الزرار اللي انا عارفه في الدنيا. ما انا كنت لسه بفكر دلوقتي اقول لك ايه، هبقى اتحداك اونلاين، بس بعد كده رجعت نفسي قلت لا مش هعمل كده، انا مش مجنون برضه. انا بعرف العبها بس بين صحابي يعني، اللي هو ايه بلم 4 5 صحابي كده بنقعد نلعب مع بعض. انا كنت كده، انا جامد يعني. انا كنت كده. انت كنت كده؟ انا كنت كده طبعا. طبعا انا كنت بدات كده اصلا. اصل في ناس كتير قوي بتتفرج علينا دلوقتي يقول لك ايه، هو انا ممكن ابقى زي جون من الناس اللي بتلعب اللعبه يعني، وانا ممكن زي ابقى زي جون ويجي لي عقد احتراف والناس تبقى نادي عايزني وبتاع؟ طبعاً. ينفع عادي. طبعا ممكن حاجه اعلى بكتير كمان، ممكن توصل لحاجه اعلى على حسب يعني الاراده، وعلى حسب يعني الدنيا هتمشي ازاي، لان دي حاجات ملهاش يعني، هو ريسك تقوله في الاخر يعني، دي حاجه مش مضمونه انك هتوصل في اي حاجه عموما يعني. طب هسالك جون سؤال يعني جاوبني فيه بصراحه، هل الموضوع ده بيأثر على دراستك؟ أكيد. اكيد اكيد، بس الشطاره انك تعرف توافق بين الحاجتين يعني. برافو عليك. انك تضحي مثلا بنزول باي حاجه مثلا، وتحط الحاجتين دول اولويتين، بس انك تذاكر طبعا وتهتم بدراستك. بس طبعا مش هيكون الاهتمام زي ما انت مش بتلعب يعني. لو انت مش بتلعب اكيد هتكون
فاضي اكتر للدراسه، بس بما ان الحاجتين موجودين وبتأدي حتى لو هنا 70% وهنا 90% فكويس، مش وحش. معلش على حسب فهمي برضه، هل انت بتلعب بفرقه معينه ولا انت بيبقى ليك تشكيله انت اللي مكونها؟ هو المود بتاع الاونلاين الالتيميت تيم ده، أيوة. يعني كل واحد على حسب معاه كام كوين يشتري كام لعيب وهكذا، لازم هي خطوات، ما ينفعش كل واحد يختار اي فريق كده، يعني مش زي مثلا ان انا اختار فريق مثلا اي فريق من البلاي ستيشن واقول انا هلعب بالفريق ده، لا ده ممكن انت اللي تبني فريق. بس مظبوط، مين اللعيبه الجامده اللي في فريقك بقى؟ مثلا مبابي، ميسي، نيمار، اللعيبه اللي احنا عارفينها اللي هم جامدين فعلا في الحقيقه. انت اصلا معاك ميسي في النادي نفسه يعني اصلا كمان يعني مش في اللعبه. لازم معاك. لا لا طيب. لازم جون، يعني واضح انها فرقه هتكسب بيها اساسا يعني البطوله اللي جايه يعني. جون يا رب يا رب. جون مره اخرى يعني، مره اخرى هراجع نفسي وهفكر كويس وهستشير اهلي وهستشير صحابي وبعد كده هرجع اقول لك انا بتحداك يعني، بس طبعا مش هاخد القرار ده لوحدي يعني. انا بتمنى لك يا جون، انا بتمنى لك يا جون كل التوفيق ان شاء الله. جون منير لاعب فريق انتر ميامي للالعاب الالكترونيه، لعبه اي سبورت للفيفا سابقا يعني، واحدة من أهم الألعاب اللي العالم كله بيلعبها دلوقتي. طيب هتيجي تقول لي يعني كريم فتح مداخلة بتتكلم مع واحد بيلعب من الآخر يعني بلاي ستيشن يعني، أهو الراجل بتاع بلاي ستيشن ده راح اعترف في انتر ميامي بقى اسمه معروف عالميا